عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ شكون متواجد معايا؟ نقعد نستنى حتى نشوف كعبتين ثلاثة يطلوا. السلام عليكم، أهلا بيكم، عسلامة عسلامة. مش نعمل حاجة، حبيت نشاركها معاكم كالعادة، حاجات المجربة اللي نقدها أنا. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا لاباس، لفوا على رواحكم في هالطقس هذايا، تقلب متاع الطقس وكل شيء. عسلامة عسلامة، اللي يحب يحكي معايا مرحبا. حبيت فما شكون سألني وقت اللي هبطلكم على متاع اللي غاز والقولون العصبي كل شيء، فما شكون قالت لي اللي عندها ديما الجريج متاعها اغيتي، مشكلة كيما نعاني منها انا. معرفش من كثرة العياط ولا الطقس ولا حاجة، اللي عندها مثلا جراجمها تقوم الصباح يبداو يجعوا فيها وما تنجمش معناتها تبلع بالكدا وكل شيء. هذه من الحاجات اللي انا نعملها، وصدقوني معناتها مفيدة على الاخر على الاخر، وتنجم زادة معناتها تقد المسار مثلا كان عندك قبض ولا عندك حاجة. زادة من الحاجات اللي باهية جدا، اللي ما يحملش يغمض عينيه. باين هنا عندي قهيوة عربي توا توا مازلت كي طيبتها، هذيك قهوتنا البنينة، وباش ناخو معاها مغرفة متاع سمن. هو راهو الوصفة هذية راهي تتخذ الصباح على الريق، معناتها وقت اللي مزلتو ما كليت حتى شيء، باهيت لك جدا وتقعد تستنى. هيك مغرفه نتاع سمن نحطوها، نقولوا نحنا فولا نحطوها فك القهوه هذيك، ونخليوها حتى لين تذوب، ومن بعد ناكلوها. السلام عليكم وليد شريف، اهلا عبوره، شنو احوالك؟ خديجه البناني، ان شاء الله نقول لك على الفازه هذيك. مانيش راني اكسبيرت في الاعشاب، ومانيش معناتها كلي عندي معرفه كبيره ولا حاجه، مي من نوع نتاع الناس اللي من الناس معناتها اللي نجرب واللي نسال واللي يقول مثلا حاجه هذيك نجحت معاه وكل شيء، زاد ننصح بها العباد. هذه معناتها من الحاجات اللي خاطر نصيحه من الدين وفويزي، معناتها من كثره الدويات دويات وكل شيء، عندنا حاجات عربي معناتها تصلح برشا ومفيده برشا. طب مثلا كي تبدا انا كيما تو مثلا الجريج مقلقيني شويه من الهويه وكل شيء، نعمل هذه بقدره ربي، معناتها ما يجي دليل الا ما نتفرهد ونحس روحي معناتها بالكدا بالكدا. عبير جبالي اهلا بيك اختي، ننصحكم بالحق جربوها، اللي يد متقلق بجريج ويجعوا فيه والا مجرحين والا مثلا حاشكم العباد اللي تبدا ترد وجريج معناتها تتقلق ما كل سيد وتتجرح، زادة تعمل الوصفة هذه زادة باهية برشا. ما شاء الله تشهي قهيوة، ربي فضلك يا زينوبة، شنحويلك عزيزتي وينك هالغيبة؟ اهلا نسرين، شنحويلك عزيزتي. راني حلت لكم الميغ نتاع الباج، معناتها باش تبارتاجيو ماكلتكم معانا وتصنيفكم وكل شيء، ومرحبا معناتها بكم من اي بلاد كنتوا، سوى توانسه والا مغاربه والا جزيريه والا ليبيه والا مصاره وريد زاده موريتانيات زاده، مرحبا بكم الكل. نتمنى انكم تشاركوا معناتها الوصفات نتاعكم، وكاين معناتها تجربوا زاده كيف كيف ابعثوا لي، او خليت لكم الميور محلول، مش كان حتى معناتها تعملوا في لي كومونتير. شفتوا العباد معناتها تتفاعل مع تصوركم كي نهبطها انا، ما تحشموش. حاجة أخرى لازم نقولها، خاطر قعدت لي معناتها حكاية نحب نحكيها، اللي ثم عبيد ساعات راهي حشمة، وفما ناس وقت اللي تجي تبر تسأل على حاجة راهي تبدأ متحشمة وتلقاها كلي صعيبة باش تسأل. كي تبدأ أنت لقيت عبد معناتها سأل على حاجة، ما خير ما تجي تحشمه وتقول له علاش سألت على ذيك، ولا يا هذيك ما تعرفش تطيبها ولا حاجة. راهو ثم ناس معناتها لازمهم برشا كوراج باش تبدأ تسأل في ريزو سوسيو ولا حاجه معناتها هكا. شجعوا العباد والكلمه الطيبه راهي باهيه، وكي تلقى عبد معناتها سأل على حاجه اعمل روحك ما ريتش، مش لازم معناتها تبرز روحك اللي انت موجوده، بالعكس خلي العباد تسال وخلي العباد تتشجع وكل شيء. عليه السمن في القهوه العربي زهرت، قلت للي عندهم وجيعه في الجريجم والا معناتها الحنجره نتاعهم تألم فيهم، والا عنده تجريح في الحنجره ولا عنده صعوبه في البلع، هذه معناتها السمن في القهوه هذه تشرب صباحا على الريق، معناتها ما غير ما تشرب تاكل حتى تشرب حتى شيء،
تعملوا بقدره ربي معناتها يهبط لك ويداوي لك الجروحات وكل شيء. القهوه هذه انا كيفاش عملتها؟ عبيت الززوه حتكشي للنص بالماء، وحطيته معناتها يدفى شويه الماء على الغاز، ومن بعد هزيت مغرفه صغيره نتاع قهوه معاها مغرفه صغيره نتاع سكر وخلطتهم معناتها في هذاك، وحطيتهم رجعتهم على الغاز على نار هاديه حتى لين طابت القهوه. هذيك هي الكل. فهمتوني؟ هذايا معناتها الحاجه اللي حبيت نسوقها، على خاطرني لاحظتها في برشا معناتها عباد ولات تحشم، عباد ما عادش تحب تسال ولا يبعثوا في البريفي امان راني نحبك الحاجه الفلانيه الحاجه الفلانيه، وراني نحشم على خاطر ثم شكون يتبع فيك في الباج راهو نعرفه ولا حاجه ولا حاجه، كل ما نهبط حاجه معناتها يسالني وينقض عليه انقضاضا. خليه ورويحكم معناتها باهين. بارك الله في المعلومات، جعل الله في امين يا رب العالمين. ام ساره اجمعين، محلاه سيرفيس القهوه، سوسو منين شريته بربي، والله هذايا من نابل. متعدية مشيت عمل دورة في نابل ونلقى راجل معناتها يبيع فيهم، والله عنده حكاية 4 5 سنين، والله ما نعرفش سموك والله نسيته، أما خذيته معناتها من نابل، أما ريتهم معناتها يبيعوا فيه في البلايص اللي يبيعوا أكل الحاجات. السمن أنا هذايا راني خذيته من باجة، فما شخص يبيع الجبن غاديكا معروف بالكدا بالكدا، وعنده سمن بسم الله ما شاء الله هو بنين ياسر، نخدم به الحلويات نخدم به كل شيء، خاطر أنا راهو ماك النوع اللي مغرومة بالسمن في في الحلوة، على خاطر بصراحة والله العظيم نجي كيف، وحتى حد لا تقول لي زبدة لا تقول لي حاجة، البريك الدانوني نخدمه بالسمن، المقروض نخدمه بالسمن، الغريبة نعملها بالسمن، إلا البشكوت خاطر يجي قوي هاو كنقدو، ساعات حتى كي يبدا مثلا الكسكسي نعمل فيه فولة سمن، المقرونة كي تبات ثم عباد تجمرها بسمن، أمانة للحق نتاع ربي، فهمت؟ معناتها برشا حاجات تستعملوا، حتى ما الطاجين قبل كانوا يعملوه بالسمن، أي الطاجين قالت لي ما زاد قبل كانوا يعملوه بالسمن. والكحه زاده كيف كيف، قالت لكم اللي يكح ثم المرتقوش، المرتقوش معناتها باهي برشا للكحه، تعملوا تيزان، تيزان سي سا هكا اي تيزانه، والا مثلا المرتقوش تحطه في البسيسه معناتها باهي زاده للصغار اللي ما تحبش معناتها تشرب لي تيزان ولا حاجه وتاكل لك البسيسه، تنجم تعملوا في نجم يعملوا في الدروع مرخوشة؟ لا في الدروع ما يجيش البسباس، في البسباس وحبه الحلاوه في الدروع. لا لا بسباس برك باش ما يعملش الكاس. بسباس بركة تنجموا تعملوه في الدروع، هذيك حاجه اخرى تولي. من مرتقوش باهي برشا للكحه، وكيف كيف هذايا راهو باغ اكسبيريونس معناتها باهي برشا للكحه. شنحويكم انتوما نشرب قهوه تبدأ تبرد. في باشا اللي يبيع السمن هذايا، هذايا قريت اول ما تهبط للسوق انت تقدم شويه لقدام تو تلقاه عامل كيل فيترينا هكايا وحنوته معناتها الباب نتاعها ضيق شويه تدخل له هكايا، وتلقى معناتها عنده فيترين على برا مي كل شيء لداخل، مش شكل اللي عارضين السمن والواحد وكل شيء على برا، لا هذايا تدخل له في وسط حانوت لداخل معناتها كل شيء، وتحفون برشا برشا حتى الكوته نتاعو بنين على ان شاء الله ان شاء الله. كان مشيت الباجة والله العظيم تو نتذكر نصور لكم من غاديكا البلاصه هذه اللي ناخذ منها في الكوته والجبن وكل شيء، قلت لكم ما زاد السمن باهي للمصارن على الاخر، والكرش اللي عنده معناتها وجيع ومتقلقات زاد يعملها، ما تقولوش راهو خايب ولا حاجه راهو بنين على الاخر، كي بدا السمن بالحق بالرسمي راهو. لا ما قطعنيش امي، قلت لكم قبل قطعني شنو هبر هبر وداويني بسمن البقر حاشيكم، اللي هو معناتها تلمو حتى في الجروح وكل شيء، وحتى اللي والده سيزاريان وكل شيء كي تدهن بلاصه العمليه وكل شيء بالسمن زاد كيف كيف طبرة. توا هذا هو والحروق كيف كيف، هذا توا شنو حبيت نقول لكم، ما نطولش عليكم، نمشي نشرب قهيوتي، ومرحبا بكم عندي، وان شاء الله يا ربي ديما منوريني، وما تنساوش بارتاجيو لي فيديو وتكبروا الباج معايا، بلاش بكم ما عندي ما نعمل، معناتها انتوما الساس، كبروها وبقدرة ربي معناتها نتشجع ونزيد نهبط وصفات. باهي للمعده والا لا، لانه فما ناس ما تنجمش تشرب قهوه، سمن باهي للمعده راهو على الاخر، هو سمن راهو دواء طبيعي معناتها حاجه تحفونا على الاخر، معناتها حاول بدل ما تنجمش تشربوا في قهوه هاني قلت لك اعمل ماكله وحط فيها مثلا كسكسي حط فيها فوله نتاع سمن وهو يبدا سخون خلطه، ومعناتها كل زاده كيف كيف ينفعك بالكدا بالكدا، تنجم حتى تنقى سمن والعسل، اي تنجم حتى لو تعمل عصيده عربي معناتها نتاعنا البيضة وتحط فيها فوله سمن زاده من الفوق، ولدي صغير كبشت فيه الكحه حد من لطف عليه، لطف على ولدي ان شاء الله، جرب له هذايا المرتقوش، اما حط شويه بركه باش ما تعرفش خاطر الباهي ولا ليه معناتها، ثم خاطر العباد عندها نوع نتاع حساسيه
حساسية على الأعشاب وكل شيء، أو كعليش نجربه بالكمية صغيرة بجنبه. لا لا ماهوش بحذا لمجي، ها بل لمجي في الشيرة الأخرى. أنت تكمل في السوق في الطويل غديكا، قلش عليك ماشي الولاد بوتفاحة ولا درشنو أكل يبيعوا المخارق والزلابية، هو قبلهم قبلهم بالكدي بالكدي، معناتها ما تدخلش للسوق برشا برشا، فهمت؟ هذيك هو ان شاء الله ان شاء الله. تو كنت طلعت غاديك خاطر نحب نشري ثوم انا من غادي، ان شاء الله تو نصور هالكم. تو عليكم نقول لكم الى اللقاء ان شاء الله. اوكي العاده، بالسلامه.